المباراة الثالثة كان تحسين حاصل، ولولا هزيمة منتخب البحرين وسأفسر ذلك كان سيذهب في مسار آخر. لأنه لو فاز المنتخب الأردني يعني في تلك المباراة سندخل للاعب أمام اليابان، سيلعب مع اليابان نعم، وإما في المركز الثاني مع السعودية نعم. صحيح، يعني كانت يتغير مسار المنتخب نعم. الأردني في هذه البطولة. إذن تلك الهزيمة سبحان الله يعني كل شيء مقدر، خدمت بشكل كبير نعم. المنتخب الأردني لنشاهده الآن في النهائي. وهذا السيناريو الذي اعتمده المدرب، يعني كم يحسب لعموتة أن تعمد. لا تحرجيني ليس تعمد أن يخسر في مباراة البحرين. شوفي أنا أسميها ولا قراءة نعم. جيدة، قراءة جيدة شوف. من ليس من فقط عمودة أيضا من نعم. مدرب منتخب كوريا الجنوبية، كوريا حتى كوريا الجنوبية دخلت في الحسابات، قلت الوحيدة صحيح. التي لعبت الكرة البحرين. نعم. فازت لعبت يعني خسرت المباراة الأولى وفازت في مبارتين وفازت حتى في المباراة الثالثة أمام البحرين وتأهلت على رأس المجموعة. نعم زيادة، لأنه البحرين يعني كان بهمها اللي هو الفوز حتى تتأهل. تمام. الأردن وكوريا ضمنوا التأهل، ضمنوا حتى نعم. بالخسارة الأردن. أصبح الأردن يعني يريد اللقب وينافس على النهائي. صحيح، وهذا ما حصل. يعني لا أتصور بأن المدرب حسين عمود أعطى تعليمات للاعبين ليخسروا تلك المباراة، بالعكس طلب اللاعبين بأن يلعبوا بأريحية تامة، أراح أغلب الأساسيين، قام بعملية المداورة. من حق أي مدرب بأن يتعامل بهذه العقلية، اختار أو نظر إلى المسار صحيح. وعند سئل هل تعمد نعم. قال لا، اعتمد إراحة اللاعبين. يصعب جدا أن يطالب المدرب اللاعبين نريد أن ننهزم في هذه المباراة، ولكن صح. أنا كمدرب أقول اللاعبين استمتعوا بهذه المباراة، لا أريد التحامات، لا أريد مجهودات بدنية كبيرة، يريد أن يحافظ على اللاعبين، يبعدهم أيضا على الكروت. هذا ما يفسر نوعا ما النتيجة التي انتهت عليها تلك المواجهة بفضل تلك النتيجة، يعني وقد مقصودة غير مقصودة لا أدخل في النوايا، ولكن غيرت مسار المنتخب الأردني وأوصلته إلى النهائي. النهائي إذا كان يعني بي 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 بتعليمات أو بقراءة من المدرب حسين عموتة برافو، لأن هذا المسار أفاد كثيرا المنتخب الأردني.